السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين، وصباح الخير. طيب، في حلقات أنا نزلتها على قناتي، كنت أتكلم أكثر حاجة عنها إنه إحنا ما نحتاج مهاجم، ما نحتاج مهاجم. وكانوا في ناس يقولوا لي يا بندري ليه ما نحتاج مهاجم، فكنت أقول لهم مؤقتا إحنا ما نحتاج مهاجم مع مشاكلنا مع كاريلي وبريجوفيتش. كنت أقول لهم إذا المدرب وظف الفريق صح ما نحتاج مهاجم. وإحنا شفنا في مباراة الأخيرة للاتحاد ما كان في المهاجم اللي هو رأس الحرب الأساسي السوبر، ما شارك نياكاتي اللي هو رأس الحرب اللي إحنا جبناه. فإحنا شفنا في اللعب تبادل الأدوار، كل واحد في مركزه، غطينا جميع الأخطاء والخانات اللي عندنا، لعبنا بالتكتيك الجماعي اللي عمله كواس من كوانترا وقدرنا نفوز. هذا هو اللي أنا بتكلم عنه، توظيف اللاعبين صح. كاريلي كان بيوظف اللاعبين في خانات غير خاناتهم، وما كانوا بيقوموا اللاعبين بالأدوار الصح، ونضطر أو هو يضطر إنه يغير اللاعب ويدخل لاعب تاني. وفي لاعبين يقوموا بأكثر من دور وما يغرك مركزهم، يقوموا بجميع الأدوار زي ما بنشوف حمدان الشمراني. فجميع المراكز الموجودة داخل الملعب لكل لاعب وظفها المدرب صح راح تطلع بنتائج مبهرة وجميلة وترفع الرأس. هتكلم عن أشياء في خاطري والأشياء اللي أنا حبيتها وشفتها لما فزنا بست أهداف. اللعب والروح والجماعية والتكتيكية الموجودة كانت في الفريق مع أنه ما كان في رأس الحربة. الدفاع دائما بيكون خلف خط الوسط. احنا عارفين انه الدفاع عندنا لازم يكون طوال، عندنا حجازي، عندنا الحافظ، عندنا زياد، برضو البيش، سوري حمدان طويل، عبد المحسن فلاتة طويل، هوساوي طويل، اهم شيء طول القامة. ليه؟ بسبب الارتقاء. ثاني شيء هم بيساعدوا الحارس انه يحافظ على مرمى، وكمان الطول يساعد على القفزات الطويلة. انتوا شفتوا الهدف حق حمدان الشمراني، شفتوا الارتقاء، شفتوا المسافة، هذا اللي انا بتكلم عنه. ضربات الرأس انا تكلمت اكثر من مرة، قلت الارتقاء في ضربات الرأس يا يكون على اليمين أو على اليسار، صعب إن أنت ترجعها للأمام ياخدها الخصم منك، جاب فيك هدف وصلى الله وبارك وإنت جالس تتفرج. هذا أكبر خطأ، يا يمين يسار أو خارج الملعب. طبعا برضو الدفاع فيهم ميزة، لما بيكون فيه للخصم ضربة ركنية أو ضربة حرة بيرجع الدفاع عند منطقة الخصم وبيساعد وبيساهم في هدف، لأن قامتهم طويلة وممكن يجيب لك أي هدف بالرأس أيا كان، بالذات لما تكون ضربات الرأس عندهم قوية. طيب،
هتكلم كمان عن الظهير الحر الليبرو. طبعا احنا عارفين انه وظيفة الظهير الحر انه ياب يكنس او يشيل الكرة من الخصم. لازم يكون عنده قراءة اللعب، لازم يكشف الملعب، لازم يكون جاهز ويساعد الهجوم ويساعد الدفاع. وهذه مهمة صعبة، لازم اللاعب يكون متقن تكنيكي توجيهات المدرب. وهتكلم كمان عن الظهير الجنب، طبعا بيكون عنده فكر كبير في الهجوم، وإذا كان عنده كمان غزارة تهديفية أو هجوم. إيش وظيفته؟ منع الخصم من العكس الكرات أو قطع الكرات داخل منطقة الجزاء، المنطقة الصعبة اللي ممكن يرتكب فيها الخطأ وتاخذ ضربة جزاء في منطقتك. لازم يكون مراقب الأجنحة، مو أجنحة فريقه، أجنحة الخصم هل هي قوية أو ضعيفة، ويبدو يشتغلوا على ضعف أجنحة الخصم. لازم يوفروا الكرات العكسية للهجوم. طيب هتكلم عن لاعب الوسط الدفاعي اللي هو الارتكاز، هو بيكون أمام المدافعين ويقوم بالأدوار الدفاعية، ولازم تكون زي ما قلت تكتيكية بتوجيه من المدرب. إيش مهام الارتكاز؟ يسد الثغرات، تغطية الظهير، الانتشار في خط الدفاع، توجيه الكرة، الضغط على حامل الكرة. ليش أنا بديت أتكلم عن الضغط عن حامل الكرة؟ لأني شفتها في الرجاء المغربي، كانت خطة خبيثة منهم. أي لاعب من فريق الاتحاد بيمسك الكرة يتلموا عليه كده بربطة المعلم 4-5 لاعبين من الخلف ومن الأمام لغاية ما يسيب الكرة، وهذا اسمه الضغط القوي. وصار بيسويها فريق الاتحاد وشفناها مع أبها. هتكلم عن صانع اللعب المتأخر، إيش وظيفته؟ تنفيذ التمريرات الطويلة، ويكون ماهر في التمريرات القصيرة. أهم حاجة أنا عندي ودائما بتكلم عنها اللياقة، اللياقة البدنية. ولما تكون السرعة عندك عالية فأنت بتشتت الخصم وبتربكه وتزعجه. لازم يكون عنده إبداع فني من لمسة واحدة. وعندنا صانع الألعاب المتقدم، هو اللي يساهم في التسجيل وهو اللي يصنع اللعب، ويكون عنده سرعة في لمح الكرة مو يضيعها، ويكون عنده المراوغة والجراءة والشجاعة والسرعة. وطبعا هذا بيكون تكتيك من المدرب. لاعب الوسط لازم يكون بين المهاجمين والمدافعين، لازم يكون عنده افتكاك كرة قوي، عنده حس هجومي لو حابب يكون عنده هجمة،
وطبعا يعتمد على تكتيك المدرب، لازم يقوم بالمهام المكلف بيها، لازم يكون عنده لياقة، لازم عنده سرعة افتكاك الكرة من الخصم وكسر هجمات الخصم، يكون قتالي ومبدع وحيوية في خط الوسط. هذه أهم حاجة عندنا، لازم يكون فريق الاتحاد مسيطر على خط الوسط، كسب المباراة. المحور لازم يكون عنده بناء وإعداد هجمات، قراءة الملعب من جميع النواحي، لأنه دائما أكثر اللعب بيكون في منطقتهم. ولاحظوا دائما الوسط والمحور يكون الضغط عليهم جدا 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 عالي. طيب قلب الدفاع، لازم قلب الدفاع يوقف الخصم ويوقف الهجمات وإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء اللي هي المنطقة الخطيرة. وبقول لكم على حاجة، برشلونة دائما عندهم قلب الدفاع خاناتهم عند خط المنافس، يكونوا بالكثير ثلاثة، وبالذات عند المهاجمين، وهذه خطة حلوة صراحة وجديدة. لازم التركيز، قراءة المباراة، الشجاعة، السيطرة على الكورة، التمريرات، مو بس الاستحواذ لازم يكون عندنا وبس، لا، الاستحواذ بأكبر وقت ممكن، وهذا يقلل الفرص للخصم إنه يسجل فيك. أنا بعد مباراة الرجاء شفت أشياء كثيرة كانت غايبة عني بصراحة أكلمكم، وبديت أدقق فيها وأقرأ فيها. مع المدرب الجديد شفت الاتحاد بيطبقها، يعني لما كنا نحتاج المساحات نلعب فيها كان الفريق بيقفل علينا المساحات وبيقفل علينا الثغرات وبيضغط علينا في الكورة، بس مع أبها صار الاتحاد هو اللي بيقفل المساحات والثغرات وصار بيضغط على حامل الكورة. يعني لو تشوفوا انتوا الخط من أمامكم من الدفاع لغاية الصانع هيسهل كل شيء على المهاجم، ما عنده أي عذر المهاجم أبدا، ما عنده أي عذر إلا ده كان هو ما مشي على التكتيك الجماعي للمدرب، أو ما له رغبة يلعب أو ضيع فرص. إذا كل اللي أنا قلته مظبوط وأوكي داخل الملعب، فأنت يا اتحاد ضامن الفوز. ويعطيكم ألف عافية وشكرا ليكم، وهذا اللي حبيت أناقشه معاكم. أنا ما أحب أتناقش لوحدي، أفكر بصوت عالي وأوصل صوتي ليكم، ودائما بعطي مجال للكل. إذا عندي غلط صحح لي، إذا عندك معلومة ضيفها لي، نتناقش مع بعض، ما في أي مشاكل. شكرا لك.